جئناكم والسعد جد، جئناكم والسعد جد، فمرحبا يا أصدقاء، مرحبا يا أذكياء، انتبهوا انتبهوا وركزوا وركزوا، فهذه دقائق ممتعة مفيدة، اليوم أعددنا لكم منزورة جديدة، فهذه دقائق ممتعة مفيدة، اليوم أعددنا لكم منزورة جديدة. طيبات مباركة نحبها جميعنا، لها أصول خمسة تحيا بها قلوبنا، بها يطيب حالنا نهارنا وليلنا، تمحى خطايانا بها يرضى علينا ربنا، تمحى خطايانا بها يرضى علينا ربنا، يرضى علينا ربنا. ماذا؟ إعادة. حسناً حسناً، هذه إعادة. طيبات مباركة نحبها جميعنا، لها أصول خمسة تحيا بها قلوبنا، بها يطيب حالنا نهارنا وليلنا، تمحى خطايانا بها يرضى علينا ربنا، تمحى خطايانا بها يرضى علينا ربنا، يرضى علينا ربنا. أهلا جمهورنا وكل من يشاهد الفزورة، عرفت الحل؟ والآن بإمكانك المشاركة في الإجابة على الفزورة بطريقتين. الطريقة الأولى وهي متابعة سناب قناة أطفال ومواهب وكتابة الإجابة في بوست الفزورة، علما بأن السحب سيكون يوميا في السناب. الطريقة الثانية إرسال الإجابة عبر الإيميل الموضح أمامكم، علما بأن هناك حفل لتوزيع الهدايا للفائزين في السحب، وهي عبارة عن قسائم شرائية خاصة من متجر القناة تمكنك من طلب المنتجات، والحفل سيكون أيام العيد بعون الله. تسعدنا مشاركتكم. Yeah.